سألنا الفنانة المصرية نجلاء بدر عن رأيها بعودة الأفلام العربية لتشارك بالمهرجانات الدولية بشكل ملحوظ بالآونة الأخيرة، فلنتابع شو قالت. فكرة أن الأفلام العربية بدأت توصل للأوسكار. هو على فكرة زمان كان كده. حالياً. ما نعرف زمان كان كده، بالعكس انا مبسوطه ان احنا كده بنسترد تاني مكانتنا في العالم كله، يعني السينما المصريه عريقه و بالظبط رجعت لنا فتره، يعني مش بنقول اهمال، يعني انا بقول انها وعكه، معرفش في كتير دخلوا برضو الساحه الفنيه مش باصين المنظور الفني بالشكل ده، بعدنا شويه عن فكره اشتراك المهرجانات، فكرنا في المكسب اكتر. الوضع دلوقتي لا، احنا بنرجع اسمنا الفني في الساحه العربيه وفي الساحه الاجنبيه.